هذا راح شوكولاته اليوم. اي والله شوكولاته. بس اللي كم الخزان عوزك؟ والله انا حسبت المحل حددت المواقع حتى اشرتهم بالبلوك ورا ما طلع علي. ايه. بس ما يعرفون كم برميل او قل من البرميل. غير المنظمات عوزهم ثلاث ارباع البرميل. يعني جوا فاتوا بس ايش منهم يطلعون؟ يروحون عسل اليوم اليوم كل اربع خمس سنوات يروحون يشوفون. بس يمكن السنه وراها نقل وراها والله فيها ثلاث فيها رحلات تحسب رحلات فيها بس بس لازم ابو التربيه لازم يبادر بست لان هاي المحادثه جدا مهمه يعني ساعه تركز الاخ متوسط قابل في احد يشتكي عن المتوسط هي نفسها وهي نفسها خلي صبح صباح الصبح والله انت هاي ساعه تفتك جامعة رايح جامعة جامعة يصير موقع مال مال السيارات وعنده عنده سيارة بهذيك المنطقة يروح اي خلاص خلاص بالجامعة احسن جمع ثلاثة غير ايوه حاول تجيب لي اياها تقريبا بجهودكم كم مره تونا والله ان شاء الله ما قصر عين الاستاذ احمد اثبت ال 20 خزانات 20 حجم ياسر شوف وين كانت تخلون الخزانات بس مواقفهم لازم تطلعونهم انتم ماشي اي ان شاء الله بخير هلا مرحبا يا هلا مرحبا يا لذيذ مرحبا يا مرحبا ايوه كلها ما لها اسم مقرب نفس الشيء هذه والله كلها احمد كلها فرق الله احنا بيت ناس اشقد راح من اهم شيء راح ارجع لك انا اقول لك خلاص ساعه مره ثمانيه قدامه لا انت على الانترنت برا كل من عنده انقاض خليه يستلم الشارع يشيل نظفناهم رجعنا